12 ساعة من التحقيقات أصدرت النيابة قرار بإخلاء سبيل ليحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي عضو المجلس، وده بضمان مالي قدره 10,000 جنيه أو يحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات. إخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بعد تسديد الكفالة، تم الإخلاء منذ دقائق. إذا كانت هناك تحقيقات بالأمس في هذه القضية، القضية التي هي بالطبع أثارت أزمة كبيرة جدا خلال الفترة السابقة. 14 ساعة من التحقيقات بعدها أصدرت النيابة قرارها بإخلاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، خالد البلشي عضو المجلس، حينما دفعوا ضمان مالي قدره 10,000 جنيه. الوضع حتى الآن يعني زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كانوا لسه يعني محتجزين داخل اسم قصر النيل، ولكن إنهم بالفعل يعني خرجوا منذ دقائق قليلة، وهذه هي الصور التي ترونها معنا على الهواء. إذن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي المجلس من اسم قصر النيل.